بداية أسبوع جديد عم نرجع نطلع عليكم بصبحية جديدة من صباح لبنان وتلفزيون لبنان. طبعا لكل المشاهدين اللي عم ينضموا لنا أهلا وسهلا فيكم، نحن وياكم دايما على الموعد بصبحية كل يوم بتمام الساعة 9. اليوم الاثنين طبعا بداية الصوم الكبير عند الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الغربي، صوم مبارك لكل اللي صايمين. فعلا إن شاء الله يكون هذا الصيام هيك مسافة لنرجع نفكر أكثر بحالنا، نفكر أكثر بعلاقتنا بالله، ونفكر أكثر بعلاقتنا بخينا الإنسان، لأنه هذه العلاقة اللي بتجمعنا بربنا هي بتنطلق من العلاقة الأرضية اللي بتجمعنا بخينا الإنسان. معاني كثير للصوم، نتمنى تكون هيك عم تحمل السعادة والفرح والسلام لقلوبكم جميعا وين ما كنتوا موجودين. الأجمل بالصوم عنا بلبنان إنه الصوم بلبنان ما بيشبه أبدا الصوم ولا بأي محل تاني. الصوم بلبنان بياخد طابع وطني ومفهوم بيتخطى الطوائف وبيتخطى الأديان وبيتخطى المذاهب. الصوم بلبناني بيشبه كل الناس، كلنا اليوم كل الناس على اختلاف طوائفها قالت اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود. شو حلو هذه الصوره الجامعه اللي كل مره نرجع نتذكرها بهذا البلد. الملفت السنه بصومنا صوم الكنيسه الكاثوليكيه في رساله للبابا فرانسيس اللي صرنا نتعود، صرنا معودين انه يفاجئنا كل مره بامور جديده. هذه المره بيعطي 10 توصيات للصوم، بيعطي نفس جديد، بيعطي روحانيه جديده للصوم اذا صح التعبير. حلو كثير، بيقول صم عن حكم وادانه الاخرين واكتشف وجه المسيح الموجود فيهم. بيقول ايضا صم عن قول كلمات جارحه وروح لتقول اشياء حلوه وبتعطي فرح للاخرين. صم عن التذمر واملأ حياتك من العرفان، عرفان الجميل والشكر. ايضا بيقول صم عن الغضب واملأ نفسك من الصبر. وقديش نحن بمجتمعاتنا بحاجه للصبر، بحاجه هيك تكون نفسنا طويل لحتى نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي بنكون موجودين فيها. ايضا بيقول صم عن التشاؤم وامتلئ بالرجاء المسيحي. بيقول صم عن القلق المفرط وامتلئ من الثقه بالله. صم عن التشكي واعطي قدرا وقيمه لعظائم الحياه. بيقول صم عن الاستياء من الاخرين واملأ قلبك بالتسامح. ايضا التسامح قديش نحن بحاجه له بعلاقاتنا مع الناس الثانيين، لانه كل يوم كلنا بنغلط مع بعضنا، فكمان فكره حلوه نرجع نذكرها خلال هذا الصوم. صم عن الحقد واملأ نفسك من طول الانات على الاخرين. صم عن الاحباط والتراخي وكن ممتلئا من حماس الايمان. طبعا مفهوم جديد للصوم، هيك روحانيه جديده بهذه الانطلاقه. المهم انه يكون هذا الصوم عم يحمل لكل حدا منا هيك بذره خير وسلام ورياحه، واذا بدي اقول كمان سلام داخلي اللي هو اهم بحياتنا. نحن وياكم مشاهدينا حلقتنا مثل ما تعودتوا دائما منوعه، فيها كثير من المواضيع. وبهذا الوقت صار الوقت سلم على زميلي شادي لنتعرف شو في بحلقتنا لليوم. شادي صباح الخير. جو صباح الخير لك والصيام مقبول لك ولكل المشاهدين. وبيبقى الصيام الاهم هو بالافعال قبل ما يدخل من فم الانسان انما ما يخرج منه. منتابع مشاهدينا حلقة غنية بموضوعاتها لليوم مع انطلاقة الصوم الكبير يلي أكيد رح يكون لنا محطات كبيرة ببرنامج صباح لبنان، لحتى نرجع للأساس. طبعا عناوين عديدة رح نفصلها اليوم بحلقتنا، تابعونا لمدة ساعتين ونص من الوقت. أنا خليني أخبركم كمان أنه صباح لبنان صار على إنستغرام، فيكن تابعونا عبر صباح لبنان، نفس الأكاونت اللي هو كمان على تويتر صباح لبنان، وصباح لبنان كمان على فيسبوك. فصرنا وين ما كان على سوشيال ميديا، لايك ذا بيجز، فولو اس، وكونوا دائما ابديتد معنا. حلقه غنيه بموضوعاتها، البدايه مع مارسيلينو جبرايل حتى نعمل رياضه معه على طريقته. إنما فقرة تانية كمان نترافق فيها مثل كل نهار تنين، فقرة أونلاين ميديا. هالفقرة اللي من خلالها أمين مؤخرا عم بيكون معه ضيوف لحتى يحكي أكتر معهم عن تفاصيل وأبليكيشنز. اليوم رح نتعرف أنا وياكم على أبليكيشن رفيقي، رح نشوف شو هي الأبليكيشن مع وائل حوراني ورواد فخري. كمان بفقرة أجندا بينضم لالي جوزيف عيسى لحتى رح يحكي عن أغنية، لحتى يحكي عن ترتيلة جديدة وهي بتحكي عن عيد مارون، هالعيد اللي بنحتفل ليل اليوم بعيده.
وبكره 9 شباط عيد مار مارون، فاكيد بينضم لإلي الى جانب اشعه روجي ظهريه. اما بخلال فقره سانتي زميلتنا بيا بتستضيف دكتور دانا حاسبيني وهي اخصائيه دماغ واعصاب للاطفال. مثل ما شايفين انا اليوم ورح تشوفوا بيا كمان بعد شوي حاطين ربن لليوم العالمي للصرع، هنهار مخصص لهالاشخاص اللي بيعانوا من هذا المرض لحتى نتذكرهم، لحتى نكون عم نسلط الضوء اكثر على هالمرض للمعالجه وللوقايه منه. اكيد هذا موضوع فقره سانتي لليوم. من الفقرات الثابته ببرنامجنا ايضا فقره زاست يلي من خلالها شافنا دين اسيس حتى بوقت الصيام لكل الاشخاص القاطعين، رح يكون عندها وصفات لكم حتى تقدروا تغنوا فيها طاولتكم خلال هالفترة، وخاصة لكل الأشخاص يلي بيكونوا قاطعين عن اللحمة والبياض والدجاج وكل أنواع الأكل. أما بختام حلقتنا كمان موعدنا ثابت مع سارة كيروز لحتى نحكي أكثر موضة وفاشن، وخاصة أنها رجعت الأسبوع الماضي من باريس فاشن ويك وعملت لنا أوفرفيو على جولتها بباريس بالعاصمة الباريزية بالحدث الأهم عند الفاشن ديزاينرز العالميين. حلقة غنية بموضوعات عم نترافق فيها نحن وياكم، خليكم تيوند إن لمدة ساعتين ونص من الوقت. البداية رياضية بامتياز مع مارسيلينو فيتنس. برنامج صباحي صباح لبنان، نحن اليوم موجودين بالجود لايف فيتنس بجل الديب. الحمد لله بسط انه بلشنا عم ناخذ نتيجه ضعف من بعد هالاعياد. معنا ضيفي اليوم ستيفاني. هاي ستيفاني. مشاهدينا متابعين نحن وياكم حلقتنا ومن بعد الرياضه الصباحيه مع مارسيلينو، منتابع كمان هلأ لحتى نكون مع فقرة تكنولوجي. من خلال هذه الفقرة كل مرة عم نتعرف على أبليكيشن جديدة، على عالم جديد بالتكنولوجي، وخاصة كيف إذا كان لبنان هو الفاوندر بهذا الموضوع. اليوم رح نحكي مع شابين لبنانية عن أبليكيشن هي رفيقي يلي من خلالها فينا نتعرف على أشخاص عنا نحن وياهم نفس الانترست. أكيد كل التفاصيل للأبليكيشن ولمضمونة رح أمين يكون عم يطرح أكثر هذا الموضوع مع وائل حراني ورواد فخري، فمنتابع الانترفيو سوا بتكنولوجي. صباح الخير لكل المشاهدين وصباح الخير لإلك شادي. كمان بدي صبح بالخير ضيوفنا. صباح الخير جايز. مجور. تمام؟ تمام. All is good. اليوم رح نكون عم نحكي بفقرة التكنولوجي مثل ما سبق وذكر شادي عن أبليكيشن جديدة. صرنا فترة عم نحكي عن أبليكيشنز بها السيجمنت، مش بس أخبار حول العالم شو عم بيصير. اليوم الأبليكيشن رح نحكي عنها هي رفيقي. رفيقي أب مثل ما سبق وذكرنا. هالأبليكيشن اللي ممكن تخلينا نتعرف أكثر على أشخاص عندهم نفس الانترست. ما هيك؟ صح. اوكي رح نبلش اول شيء، من وين اجى كلمه، من وين شو هو معنات كلمه رفيقي؟ رفيقي هي بالعربي وكمان بالسواهيلي. اوكي. رفيقي يعني صديقي. مزبوط. وهي بتهدف الابلكيشن انه تعرف العالم على بعض او تعمل رفقه جدد. فحبينا نسميها رفيقي لانه هذا الشيء بيرمز للابلكيشن. وليه تعلقته بالاسم بالمعنى العربي للاسم؟ ما كان له يعني مش مثلا فريندز او اصحاب او وات ايفر؟ ليه اصريتوا على رفيقي؟ رفيقي لانه باللغه يعني مين ما كان حيفهم شو يعني رفيقي، لانه هي بالعربي وبالسواهيلي مثل ما قلت لغه افريقيه. اوكي. ونحن الماركتس الاساسيه تبعولنا هن العالم العربي. وبعدين اكيد العالم كله. أوكي. فحبينا نحطها بالعربي. أوكي. لا تكون فاميليار اكثر مع العالم. اوكي. مين طلع بالفكره؟ مين طلع بفكره هالابلكيشن؟ هي كنا انا وائل. اوكي. في شاب صاحبنا اسمه رافع، محمد رافع، وهو كان مش محمد وهبه. لا احمد. سوري. اوكي. احمد كمان لانه حدا من التيم. صح. مزبوط. هو كان بيحب يعمل قصص نحن مش دائما بنعملها، مش كل يوم بنعملها، مثلا يوغا الساعه 5 الصبح. او نروح نعمل هايكينج مدري وين اي ساعه. اوكي. وانا وائل رفقه معه مش كثير بنروح نعمل هالقصص، فقلنا انه في كثير عالم مثل رافعي، ومن هون اجت الفكره انه في كثير عالم مثل رافعي وبدهم عالم يعملوا هول القصص مع بعض. مزبوط. ما عم بيلاقوا حدا.
فقررنا نقول انه ليش ما في ابلكيشن هيك وقررنا نطلع هذا الابلكيشن لكل الاشخاص لكل الاصحاب او الفريندز يلي عندهم سيم انترست يلي بيتشاركوا نفس اذا بدك الهوايات حتى ممكن يقدروا يعملوها سوا صح ما هيك؟ بس هني انه ما حيكونوا اصحاب هني حيكونوا سترينجرز ما بيعرفوا بعض بس من خلال الابلكيشن حيتعرفوا على بعض وبعدين ممكن يصيروا اصحاب أوكي. من خلال الابلكيشن عشان هيك اسمه رفيق نحن عم نجمع العالم اللي ما بيعرفوا بعض عم نخليهم يصيروا رفقه وعم نستغل نحن اذا بدك السوشيال ميديا اللي موجوده هلا العالم كتير ادكتد عليها أوكي. بطريقه انه نخليهم نحولها لعن جد الحياه الحقيقيه يعني نخليهم يطلعوا من انه بس نحن عم نحكي مع بعض على التليفونات او على التابلتس كل يوم انه واتساب فيسبوك مسجز وهيك حتى يصيروا يحكوا مع بعض ولايف يتشاركوا هلا نحن عم نحكي بعد شوي رح يقطع فيديو كمان معنا رح يعرف عن رح يعرف الاشخاص رح يعرف المشاهدين عن ابلكيشن رفيقة اكثر بس بدي اعرف منكم مين يلي اوكي طلعتوا بالفكره وكانت الفكره كثير جريت مين يلي ساعدكم فيها حتى تطوروها هلا نحن قدمنا على سبيد نعم. يلي هو اكسلريشن بروجرام نعم اول ما يعني بلشنا معهم من شيء تقريبا 3 اشهر هن بيساعدوا الستارت ابس اللي مثلنا على انهم يقدروا يمشوا بطريقه شوي اسرع مزبوط ونحن كل الجاتس اللي كنا عم نجيبهم من يلي مخترعين ابلكيشنز جداد هن كمان من تيم تبع سبيد اوكي سو قدمتوا عندهم او نحن اول شيء قدمنا كان في عنا كانت الفكره نحن بلشنا بفكره بس قدمنا عملنا انترفيو معهم وقبلونا واخذونا شافوا انه في بوتنشل انه ننجح بعدين حبوا التيم مثل ما حبوا الفكره ومن هونيك انطلقنا معهم ويعني قدموا لنا الورك سبيس المنتورز اللي ساعدونا بكل يعني على سايد تكنيكال او بزنس او اي شيء ثاني يعني شو ما كان بدنا حدا يساعدنا كان في دائما حدا مين يساعدنا وهيك ومشينا معهم بهالثلاث اشهر لحديت ما مشي تقريبا اسبوعين ونص عملنا البيتش بالاي او بي نعم والعالم حبوا الفكره في انفسترز كمان كانوا شوي كمان حبوا يطلعوا اكثر على الفكره بتفاصيلها اوكي طب دو يو ثينك انه هذا الابلكيشن رح يكون في عندها كراود بلبنان رح يكون في عندها اشخاص قدرت تنزلها بلبنان او انت بدكم كمان يو وونت تو جو انترناشونال اكثر من تضلوا لوكال هلا نحن حاليا عم نعمل تيستينج بلبنان لنقدر نحسن الابلكيشن تبعيتنا قبل ما نطلع لبرا اكيد حنلاقي جمهور بلبنان للابلكيشن بس اكيد هذا الجمهور منه كافي ليعمل بزنس يعني بس اكيد حنركز على لبنان واكيد على العالم العربي وبعدين على العالم كله اوكي سو هلا انتم بيزد يعني الاشخاص اللي بدكم اياهم ينزلوا الابلكيشن هن لازم يكونوا اشخاص جون بحبوا يعملوا اوتدور اكتيفيتيز او مش ضروري اوتدور يمكن اندور اكتيفيتيز يمكن تو انفايت بيبل اوفر فور ا موفي نايت ان او مش ضروري بس هول العالم كمان في عندك لنقول انت سافرت مثلا رحت على بلد شيء عبالك ما بعرف تروح تشرب فنجان قهوه ما بتعرف حدا رفيق بتعطيك فرصه انه انت تروح تشرب فنجان قهوه او تعمل شيء اللي بتحبه ببلد ما بتعرف حدا فيه مزبوط طب هلا نحن هلا ناو دايز عم يعني بنلاقي عنا السوشيال ميديا اكاونتس اللي هن او سوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هن فيسبوك انستغرام تويتر تندر لينكد ان كل هول الاخبار بيعرفوا اشخاص على بعضهم صح. كل هول الاخبار كل هول الابلكيشنز بيخلوا اشخاص ما بيعرفوا بعض يتلاقوا مع بعض يظهروا تو شير مومنتس او شو اللي بيختلف برفيقة عن هوليك الابليكيشنز؟ هلا نحن كبشر يعني عنا نستعمل فيسبوك مثلا لنحط صور وايدياز واي شيء نستعمل انستغرام لنعمل شير لصور نستعمل سناب شات لنبعث فيديوز او صور كمان رفيقة هدفها جديد يعني لقينا نحن محل ما حدا ما في ابليكيشن معبي هذا الفراغ بالسوشيال ماركت اذا بدك ونحن بنختلف عنهم انه العالم اللي انت حتشوفها عن جد عن حقيقة يعني مش بس فيرتشولي على التليفون فهذا الشيء اللي بيفرقنا عن غيره اوكي طيب ونحن هلا بعد شوي رح نشوف الصور رح نشوف الفيديو كمان يلي انتم كنتوا حاطينه عندكم على الويب سايت لكل الاشخاص اللي حابين يعرفوا اكثر عن رفيقي ما لهم غير يفوتوا على الويب سايت www. هلا عم بيقطع معنا على الشاشه rafikiapp.com صح ما هيك طيب الابلكيشن ايمتى بصير الاشخاص فيهم ينزلوها لازم وي هاف تو ساين ان وي هاف يعني خبرونا اكثر عن البروسيس بقلب الابلكيشن هلا هي الابلكيشن نحن نزلناها على الجوجل بلاي ستور وقريبا حتنزل على الاي او اس نعم عن جديد هلا الويب سايت كمان عم بيقطع على الشاشه ايه. هلا عن جديد فات معنا ممبر جديد بالتيم اسمه جاد هو الاي او اس ديفلوبر حيكون معنا
وان شاء الله من هون لشي شهرين بتكون نزلت لايو اس فيرجن على يعني على الابل فونز اذا بدك بعد شي شهرين. اوكي. وعلى جوجل بلاي ستور مثل ما قلت هي ديجا موجوده. هي ديجا نزلت. نحن هلا عم نشوف الفيديو يلي انتم نزلتوه عندكم على الويب سايت، خبرونا اكثر شو عم تشوفون بالفيديو. هيدا ادم ما هيك؟ 100% هيدا ادم. هو احنا بنقول انه مثل ما بتشوفون انه بدك يكون حابب يعمل شيء. نعم. ما عم بيكون رفقاته مش حده، اوكي هو يعني ما عم بيكون مبسوط بالاكتيفيتي اللي عم بيعملها. مخ مثلا منطقه تصلب او خلايا متجمعين عم يشتغلوا تكوين او وظيفه غلط ممكن تستأصل، وهذه بينعمل لها دراسه، بيندرس ملف المريض وبيترقب بغرفه المراقبه وبيخطط راسه وبيستأصله. وفي كثير ناس بيصحوا، يعني حرام حرام هالايام يكون في مريض عنده داء الصرع وممكن ينعمل عمليه ويشف منها يشفى باذن الله اكزاكتلي وما يروح عند الطبيب وما يتعالج. هلا في عمليات كمان اذا مريض ما بينعمل له عمليه، يعني مثلا لنقول جاي ما بينعمل العمليه للمريض باي حاله اكزاكت. في مرضى بيبقى جاي الكهرباء من عده مناطق سو بتلاقي انه ما في محل تستأصلي، او اوقات انعمل عمليه ومثلا كان عنده ورم براسه او كذا انعمل وما صح ما شفى منها. في بطاريه يلي هي بطاريه بنسميها الفي ان اس، وهيدي البطاريه تزرع مثل بطارية القلب بس هي بطارية الحقيقة لداء السرع، بيزرعوها تحت الجلد وبيزرعها الجراح وما بيندقر دماغ ما بينفتح راسه وبتوصل للعصب بعصب الرقبة بيقولوا له فيجس نيرف. وهالبطارية بفيك ترجلجي فيها تعطي هي كهرباء وهالكهرباء بتنظم كهرباء الدماغ. وممكن بهالبطارية مش بس انه زرعنا بطارية، هيدي بتضاين سنين وبتشتغل فيك تشغليها الى بارامترز، يعني قدي قوة بتضخ كهرباء قدي بتوقف امتى بترتاح. نفس الوقت اهل الاهل ممكن يلبسوا ساعة، او المريض اذا هو كبير يلبس مثل ساعة لما يعمل حس بده يصير معه اختلاج، او اذا الطفل اختلاج بمرقوا الساعة فوق البطارية وتوقف الكهرباء. هلا هيدي كتير حلو، بطارية فيها كتير امل لانه مثل دواء، اي دواء بس ما له ردة فعل. وتاني شيء البطارية صحيح كلفتها كتير عالية، لكن هالأيام الوزارة عم بتغطيها، يعني بتحكي أنت فوق 18 ألف دولار فوق 20 ألف دولار وزارة الصحة بتغطي، الضمان بغطي، شركات الأسيرانس بتغطي، يعني المريض عنده كتير علاجات قدامه والشفاء عند الله، بس أنه في بده هو يسعى ليأخذ هالشفاء موجود، حرام هالأيام أنه ما يتعالج. أهم شيء أنه نحن اليوم ضوينا على هذا المرض تحديدا بهدف مساعدة العائلات والأشخاص المصابين وتنوقف حدهم هن وعائلاتهم وأسرهم. ومنظمة الصحة العالمية خصصت اليوم العالمي لداء السرع بالأسبوع الثاني من شهر شباط من كل سنة حتى نضوي أكثر عن هالموضوع. شكرا لك دكتور دانا. أنا كثير بتشكر تلفزيون حاسبيني قيسي، أهلا وسهلا أخصائية دماغ وأعصاب لدى الأطفال، شكرا لوجودك. ميرسي. مشاهدينا رح نروح هلا لانترفيو مع الاب هاني طو حتى نحكي اكثر عن زمن الصوم وكيف ممكن نستعد لهالزمن تحديدا. عودي لكم مشاهدينا، عم نتابع صبحيتنا طبعا لكل المشاهدين اللي انضموا لنا بهذه الاثناء، برحب فيكم على امل تكونوا عم تستفيدوا وايضا تستمتعوا برفقتنا. فقراتنا مستمره مع بدايه زمن الصوم الكبير عند الطوائف المسيحيه اللي بتتبع التقويم الغربي، سواء رح نروح لفقره انترفيو. طبعا بداية الصوم الكبير بيحمل كتير من المعاني عند كتير من الناس، وطبعا هذا الصوم بلبنان اللي مثل ما قلت اليوم بالمقدمة بيحمل أكثر من معنى وبتحدى أو بدي خليني أقول بيخرق الحواجز الطائفية والمذهبية ليطال كل الناس، لكل الناس تتضامن مع بعضها، لأنه سفرة الفطور هي سفرة بتجمع كل اللبنانيين على اختلافهم. شو هي معاني الصوم وتفاصيل أكثر عن هذا الزمن نحن وياكم بناخذها من الخوري هاني طوق. أبونا صباح الخير وصوم مبارك. صباح الخير. الله أهلا وسهلا فيك. تسلم. يعني بعرف قديش يوم التنين الرماد بيكون يوم صعب على الكهنة، وبعرف قديش أنت عملت مجهود لتكون موجود معنا بالاستوديو، فشكرا لك وأهلا وسهلا. بس بفرح. اهلا وسهلا فيك، بفخر انه اكون معكم. ما عندنا شك ابونا، بدي بلش من الجمله الشهيره، الجمله اللي اليوم كل الناس بترددها. صحيح. اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود، او اذكر يا انسان انك من الله والى الله تعود، خبرنا اكثر. لا بحسب الكتاب المقدس فكره التراب اي انك انت لا شيء من دون ان ينفخ الله فيك هذه الروح. نعم. فاذا الموضوع مش الانا يلي من التراب،
ولكن هذا الجسد الذي يتحرك، هذا الجسد الذي ينمو مع الوقت، هو كلا شيء دون أن يكون مع الله أو دون أن يكون فيه هذه النفخة من الله. لذلك لا تعتد بنفسك ولا تقول أني أنا هذا الشيء، ولكن أنت كلا شيء، تصبح كالرماد كالتراب كلا شيء أمام وجه الله، إلا إذا سكب فيك الله من روحه القدوس، عندها تصبح تقف على قدميك مثل ما بيقول النبي حزقيال، عندما دخل الروح في أقامني الله على قدمي، نعم. أوقفني الله على قدمي ليكون، نعم. لأذهب إلى البشارة. نعم، يعني هون دايما تأكيد على وجود الله بحياتنا، قديش بيعطي قيمة لهذه الحياة، وقديش فعلا بيخلي لوجودك معنى مثل ما صحيح. من هذا المنطلق منقول أنه من التراب، وليس الأنا تبعك هي التي، نعم. تذهب إلى التراب، الأنا تبعك من الـ من الـ يعني من أول ثانية تتكون فيها، بأول لقاء تتكون فيه إلى آخر ثانية بيكون معك الحياة، هي تذهب إلى الله عند تعود إلى الله، لأنك تأتي من الله، من روح الله. ولكن هذا الجسد الذي أنت تنسكب فيه، هذا الذي يذهب. أوقات كثير بنهتم فيه، وأوقات كثير يعني بيخدنا لمحلات مختلفة، أوقات كثير الشهوات المادية، لما نحكي عن الجسد نحكي عن كل الشهوات المادية، أوقات بننجذب وراء هذه الشهوات ومنروح لمكان مختلف، بيجي تنين الرماد ليذكرنا أنه هذا الجسد. بس كمان الجسد هو شيء عظيم جدا، لأنه من خلاله بتحقق صحيح. حياتك وأحلامك وأفكارك وعلاقاتك، حتى علاقتك مع الله أنت بتحققها من خلال الجسد. فإذا نعم. الجسد هو أيضا مقدس، نعم. ولكن من دون هذه العلاقة يصبح وكأنه منقطع عن الشجرة الأساسية. تماما أبونا، بهذه الجملة تحديدا يعني موضوع التراب، يعني أوقات بيخدنا كمان لكنيستنا، يعني اليوم الكنيسة اللبنانية خليني أقول على اختلافها، كنيسة بتحب التراب، بتحب الأرض، فكمان وكأنه تذكير بجذورنا وبأهمية التراب بحياتنا المسيحية بشكل عام. بشكل عام اللبنانيين مسلمين ومسيحيين متأصلين بموضوع الجبل، متأصلين بموضوع الأرض، متأصلين لأنه ربيوا، لأنه باللاوعي تبعون لفترة آلاف السنين، ونحن نرس هالبشرية بتورث بعضها، ما بتيجي من الهيولة، ما بتيجي من لا شيء، أنت بتورث اللي ناس اللي قبلوك، وبتعطي أنت فكرتك أو بتعطي المنحة الإيماني تبعك بالمكان والزمان يلي بتعيش فيه. فإذا بس في هاللاوعي الجماعي اللي هو مرتبط بقلب الأرض، مرتبط بالتراب، مرتبط بأماكن معينة، مشان هيك عنا أماكن حج، عنا أماكن مقدسة، عنا أماكن أولياء، عنا أماكن قديسين، دايما المكان له دخل بالذاكرة الجماعية الكبرى، وموضوع الالتصاق بالأرض وكأن هذه الأرض هي الأم التي أنت تنبت منها، ولكن هيدي الأرض، هيدا النبات تيكون له حياة بده يكون فيه من روح الله. أبونا إذا بدي أرجع لليوم لتنين الرماد اللي هو يعني مشترك عند كل المذاهب المسيحية، كل المذاهب المسيحية بلش صومها بتنين الرماد، تلحق التقويم الغربي. نعم. ليش هذا التحديد؟ لأنه بحسب الكتاب المقدس الرماد هو علامة الانسحاق، يعني وقت اللي الشخص يطلع من قلب الجماعة علامة رجوعه أنه أنا كلا شيء من دونكم، أنا أصبح كالرماد، يعني شجرة عظيمة وتحرق وتصبح كالرماد، أنا كلا شيء من دونكم، وكمان أمام الرب وقت اللي أنا بطلع أعصي، وقت اللي أنا بروح لبعيد، وقت اللي بدي أرجع عم بقوله للرب أنه أنا كلا شيء من دونك، أنا يا رب أصبح كالرماد لا معنى لإلي، لا طعم ولا لون، أنت يا رب من هلا شيء قادر تسكب روحك القدوس وترجع تحييني. يعني تذكير دايما بصغر الإنسان وضعف الإنسان، هيك بيقول المزمور، من هو الإنسان يا رب حتى تذكره هو بني آدم حتى تفتقده. تماما أبونا، يعني أيضا بهذا الإطار بموضوع الرماد، هنقول أنه الرماد هو يصنع من أوراق الزيتون اللي للي بوقت الشعنينة، يعني بدخول المسيح إلى أورشليم، وقت اللي بنحتفل ذكرى دخول المسيح إلى أورشليم ويعلن كمالك، نحمل أغصان النخيل وأغصان الزيتون. هالأغصان الزيتين والزيتون والنخيل يحرقون وبينتركوا من سنة الماضي للسنة لحتى يرتاح الرماد كله سوا، لحتى يكون هو علامة دخولنا إلى الصوم المقدس. نعم أبونا، أيضا يعني إذا بدي روح لرسالة غبطة أبينا البطرك مع بداية الصوم الكبير، اللي هذه الرسالة السنوية اللي بتصدر لترجع تذكر الناس بكيف منصوم، بأي أيام منصوم، إلزامية الصوم وإلى آخره، يا ريت تذكرنا أيضا بهذه التفاصيل، وخاصة بالشوية تفسيح اللي عطيه سيدنا البطرك. رح أقول شغلتين. أول شيء هذا نوع من التنظيم،
تماما. لأنه الصوم الحقيقي هو اللي أنت بتعيشه بقلب حياتك من جوا، صمته هلأ أو صمته بالصيف أو صمته بالربيع أو بالخريف، ما في شيء بيمنع. العلاقة الإيمانية مع الله هي علاقة عميقة شخصية فردية مع الذات الإلهية. هيدي ما إلى دخل إذا بدك بالعمق بالخلاص، ولكن الجماعة تنظم هذا الموضوع، الكنيسة تنظم هذه الأمور، يصبح من التنظيم أو ترتيب الأمور لحتى الجماعة تقدر تمشي كلها سوا مع بعضها. مش بس مش معناتها إذا أنا مشيت هيك معناتها أنا مؤمن. الإيمان يختلف كليا. الإيمان هو اختبارك الشخصي العميق الفردي مع الله. هاي العلاقة الشخصية اللي بتربطك، هاي العلاقة الشخصية اللي بتعملها أنت. ولكن هذا نوع من تنظيم الجماعة، تنظيم حياة الجماعة، تنظيم حياة الجماعة بتحطه يعني بتحطه. ودائما سيدنا البطرك بيعطي هالتوجيهات المعينة لحتى نحافظ على الترتيب ونحافظ إذا بدك على روح الجماعة بقلب الكنيسة. عادة نطلب وطلب، وهون رح أقول ما في فرض بالمسيحية، ما في فرض عظيم. بالمسيحية في حرية مطلقة أن تصوم أو أن لا تصوم، في حرية مطلقة أن تؤمن أو أن لا تؤمن، في حرية مطلقة أن تعيش هذا الاختبار أو أن لا تعيشه. ما حدا إله معك كليا، هيدا اختبارك الشخصي، هيدا حياتك الشخصية، هي حريتك الشخصية أن تؤمن أو أن لا تؤمن. ولكن إذا كنت من المؤمنين في بعض الأمور التنظيمية يجب عليك أن مش يجب إذا بدك فيك إذا حبيت تفوت بهذه الجماعة تماما بهالمجال تماما، هو اثنين الرمادي اللي هو اليوم بداية الصوم. نطلب من المؤمنين أنه الانقطاع عن الأكل. نحن عنا الصوم والإقطاع شغلتين. الصوم هو أن تصوم عن الطعام عن الأكل من 12 بالليل لحتى 12 الظهر لليوم طبعاً. والإقطاع هو أنك تنقطع عن كل ما هو بياض ولحم، يعني كل الأجبان والألبان والبيض واللحوم. بس ما مش من أجل أنك تنقطع عنهم، لا. الفكرة الأساسية بتشبه الفكرة اللي انطلق منها الرب بالصوم الأربعيني. عمل الرب صومه الأربعيني، يعني يسوع عمل صومه الأربعيني من أجل البشارة. نعم، تحضيرا، في تحضير، تحضير للبشارة. أنت بتعمل هذا الصوم تحضيرا للذهاب إلى خيك الإنسان. صحيح. إذا بتصوم لإلك وحدك ما إلى معنى الصوم. نعم، بتصير كأنك أنت إذا ما في هدف وما في إذا ما في هدف من وراء هذا الصوم تماماً. تتوجه لخيك الإنسان، والإنسان بكل أبعاده. وبالمسيحية شيء كتير رائع جدا إنه ما في جماعة، يعني ما في الجماعة في الجوامع الجماعات الطائفية طبعاً. هيدا شيء تاني، ولكن باللاهوت المسيحي ليس هناك من جماعة. كل البشرية هي جماعتي، كل الإنسانية هي إنسانيتي، كل الجماعات كل الشعوب هي شعوب أنا أنتمي لها. مشان هيك بمتى 25 وقت اللي بيقول كنت جائعا فأطعمتموني وكنت حزينا وكنت سجينا، وما بيقول كنت جائعا أرثوذكسيا ولا كنت حزينا مارونيا ولا كنت سجينا درزيا أو سنيا أو حيالله شخص بحيلا مكان بحيلا زمان هو بحاجة أنك توقف حد منه. هيدي رسالتك أنك توقف حده بغض النظر عن انتمائه. مش أنت اللي بتحدد انتمائه، الرب هو من يحدد. صحيح. أنت عليك أن تساعد لأنك تؤمن بيسوع المسيح. نعم، عليك أن تحترم وأن تساعد وآخر. أبونا حكينا عن طالين الرماد وعن إلزامية الصوم. هذه الإلزامية إلزامية للناس اللي بيختاروا يفوتوا بهذه المنظومة. بتروح كمان على الجمعة العظيمة تماماً. يوم الجمعة العظيمة، يوم الجمعة العظيمة كمان نفس الموضوع، نفس الشيء، هو صوم والانقطاع عن اللحم والبيض. الأسبوع الأول والأسبوع الأخير، الأسبوع الأول والأسبوع الأخير. هلأ كمان بفترة الصوم سبت أحد عادة نعم ما في لا صوم ولا في صوم بنعمل بيه نعم سبت النور وأحد القيامة. أبونا بدي روح أنا وياك يعني من الأمور هذه التنظيمية اللي خلينا نقول هي تفاصيل بالصوم، تفاصيل صغيرة. هو أبعد بكثير. بمتى 6 بيقول وإذا صمتم فلا تعبثوا كالمرائين. يعني قداش في دعوة للفرح والسعادة بالحياة المسيحية. الحياة المسيحية ما فيها شيء من الحزن. إذا صحيح، مشان هيك نحن منبلش الصوم تبعنا بعرس قانا الجليل. يعني انت رايح على مطرح للفرح. نعم. انت رايح على مطرح لحتى تشترك مع خيك الانسان. انت رايح لمطرح لحتى تعيش هذا العلاقة الحميمة مع الذات الالهية. انت رايح على مطرح لحتى تفرح بشكل كتير كبير، مش لحتى تعبس وتصير
انه انت صايم يا باروح خيي انت 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 صايم معناتها صرت اكثر واكثر قادر تقبلني اكثر واقدر قادر تحترمني قادر تحترم التعدديه قادر تحترم افكاري قادر تحترم طريقتي قادر تحترم الطريقه اللي انا بحكي فيها. منشان هيك بنبلش الصوم بعرس قنا الجلد بالفرح الكبير او نحن ذاهبين الى الفرح. نعم نعم باخر الصوم في انتصار يعني في هذا انتصار الشيء كمان على الموت. هذا هون شوي الاختلاف يعني بنظره الدين المسيحي للصوم لانه في طريق فيها انتصار بتبلش بعرس بتروح على الانتصار تماما أبونا بمسيرة عظيم هيك عظيم عظيم إيمانية. رح نحكي بهذه المسيرة خلال كل فترة الصوم أسبوعيا رح يكون عندنا لقاءات متخصصة عن كل أسبوع على حدا. بدي روح هيك أبونا لأيضا هيك أبعاد الصوم يعني البعد الأول هو البعد اللي حكينا عنه هو الانقطاع عن الزفر والبياض والصوم لل 12 ظهر وإلى آخره. في بعض أيضا حلو كثير هو العودة إلى الكنيسة. الصوم هو عودة إلى الصلاة عودة إلى المسبحة عودة إلى الفروض الكنسية. قديش هذا البعض اليوم نحن بحاجة لا. لألي هودي نوع من التقويات إجوا مع الوقت ولكن الصوم بالعمق هو أن إذا بدك بعمق أعماق هو أن تصبح مسيح آخر هو أن تكون على مثال هذا المسيح نعم. الذي تجرد كليا وذهب إلى خلاص الإنسان عزيز. أن تصوم هو أن تشبه هذا المسيح أن تذهب معه إلى البعيد لحتى تقدر تحمل الإنسانية كلها سوا فرحها وحزنها ألمها ووجعها حتى عزيز. تقدر تصير أكثر مشارك معه لأنه كل شيء وصومك هو صوم فردي لا ينفتح على عمق البشري يصبح نوع من الرجيم يصبح نوع من الانقطاع عن الأكل يصبح صحيح. نوع إذا بدك نوع من كل هودي البرامج الصحية ولكن لا أنا ما بروح على الرجيم ولا بروح على البرامج الصحية أنا بروح على مطرح بصير واعي كليا قديش أنا محضون محبوب من قبل الله وقديش أنا مدعو أنه روح لخي الإنسان وأقدر حسسه بهذا الإحساس يعني أنا مدعو أن أكون مسيح آخر في قلب المجتمع نعم مدعو للتجدد للتجدد من شو بهذا الموضوع عشان هيك بتيجي الكنيسة بتوعينا أنه نعم. انتبه تعا من جديد رجع وعا لدورك الحقيقي رجع وعا هيك لقيمتك الكبيرة بعينين الله نعم. يعني الرب بيقول أنا بعرفكم بذهابكم وإيابكم بقيامكم نعم. وجلوسكم نعم. أنا لا أتركك لا في الليل ولا في النهار نعم. فإذن إن شعور رؤوسكم محصات لدي هل قد بحبكم فإذن خدوا هالقيمة الكبيرة انطلقوا فيها للبشرية نعم. كلها نعم. سوا عيشوا بهذه فرجوا يعني. الناس قديش الله هو الله حنون قديش إله نعم. غفور قديش هو إله قادر يقبلك كيف ما كنت نعم أبونا يعني على الرغم من هذه النظرة الشاملة هذه النظرة الحلوة كثير للصوم في بعض الناس من اللي بيتكبشوا خليني اقول بالشريعه وبالكلام الدقيق دائما موجوده بكل الديانات موجودين بكل ديانات وين ما كان على الرغم من انه جاء ليكمل الشريعه ويعتقدون ان في الشريعه ينال الخلاص نعم. تماما هذا اللي بيقول يعني اليوم نحن اللي بيشوف تاني انت مش صايم انت عم تاكل لحمه انت عم تاكل بياض انا اليوم صومي مش مقبول لانه لا. كذا انا صومي اول شيء هل في صوم مقبول وصوم مش مقبول لا. هل في صلاه مقبوله وصلاه مش مقبوله يا ريت كمان نوضح هذا الموضوع لا 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 كل صوم هي علاقتك الشخصيه مع الله ما حدا بيقدر يحدد لك اياها اذا مقبول او مقبول لا انا ولا البطريرك ولا البابا ولا حدا بالكون كله سوا هذه علاقتك الشخصيه ما حدا بيقدر يقول الصوم مثل علاقه الحب بين رجل وامراه حلو. يعني ما حدا بيقدر يقول لك اذا انت بتحب اي حقيقي او لا بس انت بتعبر عنه اوقات باشياء خارجيه اوقات باشياء داخليه بتجيب زهره بتجيب هديه بتجيب شغله هذه الامور المنظوره بتعبر عنها بامور منظوره عن حقيقه غير منظوره موجوده فيك من جوا عشان هيك الحقيقه الايمانيه هي حقيقه غير منظوره بتعيشها انت وربك بتعيشها انت والخالق بامور صحيح. ما حدا بيعرفها غيرك انت وياه ولكن تعبر عنها بامور منظوره هذا التعبير ما حدا له دخل معك هيدي حريتك الشخصية أن تصوم أو أن لا تصوم حريتك الشخصية العميقة اللي ما حدا بيقدر يدق فيها أن تعترف أو أن لا تعترف أن تكون أو أن لا هذا حريتك الشخصية هلأ الكنيسة بتقول أنه منيح باختبارات آلاف الناس الصوم جيد إذا بدكم تعوا ولكن عندكم حريتكم الشخصية وما حدا بيقدر يدينك ممنوع أن تدين الآخر على هذا صحيح. الموضوع أنا عندك الحرية اليوم أنك تكون صايم أو ما تكون صايم وأنا عندي الحرية حتى لو كنت رجل دين أن صوم أو ما صوم ولكن ندعي أولادنا للصوم لأن الصوم برهن عبر التاريخ من شجع. أنه شغلة رائعة وأن
تتذكر قديش انت بتشبه هيدا المسيح. نعم، بيقول الحبيس يوحنا خواند انه صوم اكثر طريقه قدرت تقربني من ربي باكثر من محل بكتاباته، بيحكي عن اهميه الصوم بالمفهوم، مفهوم يعني انه نوقف الاكل والشرب ونوقف القطاع والى اخره، لانه الجسد لما يرتاح من بعض كمان المواد الحيوانيه اللي بتدخل على الجسد هو قادر يرتقي بنفسه نحو ربه اكثر واكثر، وفي عنده احاديث طويله. هذه بتصير اذا بدك بالبعد النسكي الصوفي. تماما النسيك والصوفيين بيروحوا ابعد أكثر وأكثر بالحياة الروحية، بشكل أنه بيفوتوا حتى البوتقة تبع جسدهم بقلب هذا المجال الروحي. هيدا شيء رائع، بس هذا الشيء ما فيك تفرضه على كل الناس، ولا فيك تطلبه من كل الناس. بس بيمنع الناس تختبره بفترة صغيرة ساعتها يعني. أنت بتاخد خيارك، الناسك ما بيطلبوا منه أنه يكون ناسك، هو بيختار، هو بياخد خيارك وبيطلب الإذن وبيدرسوا له اذنه على فتره 10 سنين. نعم، لحتى يقبلوا انه يروح على التصوف او يروح على النسك. اذا هذا خيارك الشخصي. نعم. انت اذا اردت اليوم ان تذهب في هذا المنحى لك الحريه الشخصيه. صحيح. ان تذهب الى النهايه. نعم. وانت النسيك بيقولوا انه قد ما رق جسمك هيك صار نحيف قد ما بتصير فيك تزمت اكثر. تماما هيدا بالمعنى بالمعنى اذا بدك بالمعنى المجازي اكثر ما هو بالمعنى الروحي. نعم. حتى لو صرت 200 كيلو بس كان عندك هيدا الايمان الرائع من جوا والاختبار مع الله. انت الله يطمنك تعبر إذا أبونا بدي روح كمان شوي لليوم ببداية الصوم. في الناس اللي يعني بتعرف اليوم شبيبتنا بحاجة، شبيبي بحاجة دايما لأمور جديدة، لأشياء بتشبهها بالكنيسة. اليوم وكأنه شوي الكنيسة مش عم تقدم للشبيبة شو هي بدها، مش عم تقدم للشبيبة خلينا نقول أساليب وطرق صلوات معينة بتشبهها وبتشبه الحيوية والحركة اللي عندها إياها. في ميل عند الشبيبة للتوجه نحو حركات تانية تطلق على نفسها تعبير تجدد. اليوم مع بداية الصوم شو بدك تقول لهول الشبيبة تحديدا؟ لا في كتير شبيبة رائعة جدا عم تروح نحو الإيمان، ولكن مش الإيمان التقليدي. نعم. عشان هيك نحن بعض الأوقات بنقول إنه هودي لا هلا الإيمان التقليدي قدر ساعة ستة إنه تتقدس، بس اليوم ما بقى في نفس الموضوع. عزيز. وإذا لم تتجدد، بولس الرسول بيقول تجددوا بتجدد عقولكم. أنا وصغير كنت باخد سيريلاك دوما نعمل دعية وكنت باخد إشياء صغيرة، بس اليوم صار فيك تاكل مجدرة ومخلوطة وفيك تاكل الأكل الدسم الكبير يعني. نعم. فإذا ما بتقدر تبقى عبر الزمن بنفس الأساليب. هو نفس الإيمان، نفس الاختبار، مش نفس الاختبار يعني نفس العلاقة مع الله، ولكن تتجدد مع الوقت، تتجدد بأمور إذا كانت يمكن ستي تتقدس في هذا الموضوع، اليوم ولادي بيتقدسوا بغير موضوع كليا وبيعملوا علاقتهم مع الرب بغير إشياء كليا. فإذا الإشياء تتجدد. هلأ في بعض الأفكار أنه إذا ما كانوا مثل القديم معناتها منه منيح، مش مزبوط. شبيبة عندها أفكارها، عندها أحلامها، عندها طريقتها، عم تقدر تروح. صحيح. على البعد الإيماني وعم نطلع من التقاليد الميتة. صحيح. من بعض الروتين والهيك الأشياء السطحية إلى الإيمان العميق، يعني إلى خيك الإنسان، إلى الناس اللي عم تلتقى معهم بشغلك أنت مدعو، بوظيفتك بالعسكر، بوين ما تكون أنت مدعو أن تكون هذا المؤمن. نعم. الحقيقي، مش لحتى تقول أنك أنت مؤمن، لا، لأنك تعيش بالعمق ويشعر. نعم. الآخر أنك أنت هذا المسيح الآخر معه بالشغل. نعم. هيدا اللي بتقبله مثل ما هو، بتحبه مثل ما. صحيح. هو يعني هون الدعوة لعيش الحياة بتفاصيلها، يعني بكل لحظة لأنه الحياة المسيحية منا طقوس، طقوس هي جزء كتير صغير من عيشه. صحيح. ومشان هيك منا ديانة نحن. نعم. يعني المسيحية منا ديانة، هي أسلوب حياة، هي طريقة حياة. يعني قديش بتعيشه أنت وعم بتسوق على الأوتوستراد وأنت وبالشغل وأنت وبالعسكر وأنت وبالخدمة الكهنوتية وأنت وبالجامعة وأنت وبالمدرسة وأنت وبالبيت. هلا أبونا أنا خليني أعرف، بدي أقول إنه أنت جاي من بشري لعنا، فما أنك جاي من بشري حضرنا لك فيديو صغير، خلينا نشوف. الله يخليك. أيها الجبار، أيها الجبار المصلوب، الناظر من آل الجلجلة. طبعا الأب خليل رحمة بصوت جمانة مدور. صح؟ صحيح. بصوت جمانة مدور خليل كمان ابن مشري اللي بنفتخر فيه بشكل كتير كبير بدون شك.
وخوري وفنان على صعيد عالم. كان ضيفنا من فتره وكنا عم نحكي عن الاورج وترميم الاورجات الخمسه وفنان على صعيد عالمي وصار اخد عده جوائز. نعم. جوائز عالميه شيء نعم. بنفتخر فيه بشكل كثير كبير. تماما مع بدايه الصوم ايضا حلو هذا التزامن اللي عم نشوفه السنه مع بدايه الصوم وعيد شفيع الطائفي المارونيه مارون. يعني بارك انت اليوم ضيفنا ونحن بكره رح نغيب عن الهواء استثنائيا لحتى يتسنى نقل القداس الرسمي اللي سنويا بيحتفل فيه مطران بيروت لا مناسبة عيد مارون. قداش في من روحانية الصوم بروحانية مارون؟ قداش بيشبهوا بعضهم ببحال من المحلات؟ بشكل رهيب، بشكل رائع، لأنه روحانية المارونية هي روحانية نسكية، هي روحانية صوفية نسكية. نعم. تشبه مارون الناسك الذي ترك كل شيء وتنسك على إحدى تلال جبال قورش. فإذن ولم عاش في العراء كليا، يعني ولا مرة كان في فوق راسه، كان في خيمة فوق ولا شيء ولا شيء، عاش في العراء. هذا كانت طريقة نسك جديدة بهيداك الوقت. نعم. مثل الطريقة اللي كمان حط الله هيك خطوات الأساسية مار أنطونيوس بمصر. فإذن بس هونيك كان بالصحراء، هون كان على جبل بشكل رائع جدا. وهالتلميذ اللي اجوا بعدين وهالناس اللي لحقوا هالروحانية والتزموا بمجمع خلق دنيا والتزموا بهذا الإيمان سميوا فيما بعد موارنة. مارون ما كان عارف انه في جو بيجي من بعد موارنة، هودي الناس التزموا بروحانية مارون. التزموا بهذه الروحية او الروحانية المارونية النسكية التصوفية. ومشان هيك كنيستنا مبنية على الرهبان ومبنية على الناس المتنسكين وعلى الناس المتصوفين. وهالقد عنا تعلق بوادي قنوبين لأنه هونيك كمان كان عنا كمية نساك هائلة. نعم. وكمية رهبان هائلة عيشوا على فترة 1000 سنة هذه الروحانية ورتوها من جيل لجيل لجيل. نعم. لحتى عيشوا هيك بزهد كلي وبنفس الوقت بحرية مطلقة. نعم. الزهد والحرية صنوانان لا ينفصلان بالمارونية. هذه المفارقة الغريبة اللي فرضتها المارونية، يعني بنفس المحل عندك النسك والتمسك والجذور والآخرية، المحل تاني الانفتاح، يعني الانفتاح الكلي. شفنا يعني قديش كان الموارنة منفتحين عبر التاريخ بكل تعرف الشعب الوحيد يلي سكن أرض ولم يسميها على اسمه. وقت اللي سكنوا الأكراد سموها كردستان، والأفغان أفغانستان تماماً، وتركيا من التتار. نعم. وقت اللي سكنوا كل بقية والسورية من السريان اللي سكنوا. نعم. إلا هذا الشعب اللي سكن مطرح ولم يسميه على اسمه. نعم. بقية جزوره مثل ما هي، بقية لبنان، بقية جبل لبنان، بقية صحيح. سوريا، بقية. نعم. فلسطين. لما بيعطي يعني الخرطوا بالجو الموجودين 100% فيه هذا الانفتاح على كل الجامعات، خاصة قبل ما طلعت مفهوم الدولة هذا. نعم. الانفتاح على كل الجامعات المضطهدة في. نعم. هيداك الوقت كل جماعة مضطهدة كانت تلاقي إلى مطرح بهذا المكان. نعم. أو إلى مطرح ضمن الجماعة المارونية. صحيح. هلا قديش نحن اليوم عم نعيش بعدنا عم بهيدي الأفكار، قديش نحن اليوم في قد ما بدك انتقادات ولكن هناك بذور بعد قوية وصادقة تؤمن بالآخر، تؤمن بلبنان. صحيح. التعددي، تؤمن بالانفتاح على العالم العربي بشكل كتير كبير. نعم. تؤمن بالانفتاح على العالم الغربي بشكل كتير كبير، تؤمن بأنه نحن جسر عبور وجسر تلاقي. لذلك وقت اللي فهم موضوع لبنان بشكل كتير كبير البابا يوحنا بولس الثاني قال لهم يا خي لبنان مش بلد، لبنان سيلي. أكثر من بلد، إنه. نعم. رسالة، رسالة تلاقي، رسالة عيش، رسالة اندماج بين. نعم. الحضارات والثقافات والأديان والعائلات، ورسالة. نعم. عبور ما بين الشرق والغرب. صحيح. كتير أساسية اليوم نحن نرجع نوعا إذا بدك كلبنانيين كموارنة على شكل الأخص أكثر. نعم. ما أنه ندافع عن مركز هون أو مركز. صحيح. هونيك نرجع نعطي هيدي النظرة الجوهرية الرائعة. نعم. على لبنان وصيغة لبنان وفكرة. صحيح. لبنان وهيدا. نعم. الأخذ والعطى بين بعض. صحيح. وهيدي العلاقة الوثيقة بين الموارنة ولبنان. صحيح. يعني كمان وكأنه مرادفين لبعضهم البعض. خلينا نقول كمان المارونية اللي يعني بتشبه لبنان اللي هي يعني من هيدا البلد ولا هيدا البلد هي لبنان طعمها وهي طعمت مية بالمية. اليوم في انتشار واسع اليوم لبنان صار مطعم من كل الجامعات. صحيح. يعني أنا ما بقدر لما بطلع لبرا بحمل لبنان ما بقدر. تماما. أحمله من دون جبل عامل، ما بقدر أحمله من دون سلطة وطرابلس، ما بقدر أحمله من دون بعلبك. نعم. ما بقدر أحمله، هودي كلهم لبلدي.
هودي كلهم تراثي، هودي كلهم ضيعي، هودي كلهم الناس اللي انا بنتمي لهم. يعني ما بقدر اقول انه انا بنتمي فقط لبشري، بنتمي لهيدي، لانه انتماء لوطن ساعتها بطل لبناني، بصير عم روح على كتير صغير. بس وقت اللي انا بطلع لبرا، ان كان بطلع على الدول العربيه او بطلع على الدول الاجنبيه، وكل لبناني انا بعتقد هيك بيحمل معه، بيحمل بلده، مثل ما ابن صيدا بيحمل الارز وبيحمل النوبين وبيحمل حريصه، انا بحمل صيدا وطرابلس وبحمل صور وبحمل بعلبك وبحمل هيدي الضيع كلها سنة وكله سوا فخور فيه، بحمل كل هيدي التعددية اللي هي بتعملنا، لأنه كل حدا منا هو بلا هيدي التعددية أنا ما إلي معنى. نعم، يعني أنا كشخص ما بيعود إلي معنى، بصير مسيحي مثل كل هالمسيحيين الموجودين بالعالم. والحلو أن المارونية بتعرف كتير تعيش بين هيدي التعددية، هيدي إمتى إذا ما عشتها ما بيعود إلها معنى. بتصير مثل المسلم اللبناني، المسلم اللبناني قيمته الكبيرة بهيدي التعددية. صحيح، تشيلوا من التعددية، مش مثله مثل كل هالإسلام الموجودين بالعالم. نعم، كله سوا عادي. نعم، بس بلبنان ليش طعمته غير شيء؟ نعم، لأنه عنده هيدي الجسر العبور، أنا طعمتي غير شيء لأنه عندي هذا التلاقي معه. تماما، هذا الانسقاف بين بعضنا. تماما، البعض. يعني أبونا للمناسبة كمان، خلينا بأنه عم نحكي عن عيد مرمرون، خلينا نقول ما نكون عم نساوي، لأنه بيفكرون أوقات ونعم نساوي، هيدي حقيقة جذرية من أيمن فيها. نعم، خلينا نقول أنه اليوم في مجموعة من الأبرشيات جديدة أيضا المارونية اللي عم تنتشر بدول أوروبا من جديد، أيضا قريبا إن شاء الله انتشار هذا الحلو ضمن التعددية اللي برجع بقوله، قريبا على ما يبدو كمان مشاورات بين غبطة البطرك والبابا لكمان يكون في أبرشيات مارونية بالخليج العربي. صحيح، ببعض دول الخليج اللي إن شاء الله كمان منشوفها قريبا، لأنه تتزرع هذه التعددية الموجودة بلبنان تنتقل لكل دول الجوار. إنه كل الأبرشيات اللي بنعملهم برا، نعم، وبيروحوا لإخوارنا، ولا مرة بناخد المارونية معنا. نعم، بناخد لبنان معنا. صحيح، يعني كل الكنائس يلي عنا إياها برا هي سيدة لبنان. تماما، أغلبية لبنان، لبنان ومرشر، بناخد هلأ صار مرشر وبناخد التراث اللبناني، وبتصير الكنيسة أو المجمع مثل كأنه السفارة. نعم، بيجتمعوا فيه كل الناس، كل الناس بيجتمعوا بهذا، لأنه بيصير سنتر. يعني ولا مرة الكنيسة المارونية برا هي للموارد. نعم، هي لكل اللبنانيين يلي موجودين برا، يلي قادرين يتعاطوا معه وبيحسوا انه هيدا مطرحهم وبيت. نعم، ابونا بدي لك سلام مبارك عن جديد. وان شاء الله يكون هذا الزمن زمن الصوم زمن مبارك عليك وعلى كل هيك الناس اللي حواليك واللي بتعرفهم. يعطيك الف عافيه، بعرف قديش بتبذلوا مجهود اكثر كمان خلال هذه الفتره والعمل بيتضاعف اكثر واكثر. اهلا وسهلا فيك بصباح لبنان الخوري هاني طوق، ضيف عزيز علينا بالبرنامج. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. شكرا ابونا. بعد الفاصل الاعلاني بترجع تنضم لنا من جديد الشيف نادين، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد لكم، رجعنا تحت نتابع نحن وشيف نادين قسيس تحضير الطبق يلي بدأنا فيه الصباح اللي هو لوبي بزيت على الطريقة المكسيكية. شيف رح نتابع نحن وياك. يلا اوكي، فاذا هلا اللوبيا مثل ما انت قلت فيها انه لوبيا على الطريقه المكسيكيه. نعم، اوكي، فنرجع نذكر بس شوي المشاهدين. أوكي، شو كنا عم نعمل. نعم، فاذا بالمرحله الاولى بلشنا قلينا بصل جوانح، جانا ضفنا ثوم، جانا بعد الثوم ضفنا فليفله ملونه، فليفله خضراء حمراء صفراء، قلبناهم حتى دبلوا. نعم، جانا ضفنا اللوبيا وقلبتهم كلهم سوا مع الاليه اللي نحن محضرينها، وتركتها على نار خفيفة أبداً قبل ما زدلها مي، تركتها على نار خفيفة حتى دبلت اللوبية على الآخر. نعم، بس دبلت أنا تحت الهواء لأنه كنا كثيرين مقابلات، ضفت لها البندورة اللي كنت عملتها بلانشير، يعني كنت مقشرتها وأكيد غليتها، جات قشرتها وفرمتها، أو فينا تكون صوص طومات العادية. ضفت البندورة، رجعت ضفت لهم مكعبين من المرقة تبع الخضار لأنه بتعرف نحن عم نعمل أكل صيامي. نعم، وضفت لهم تقريبا ربع كوب من الماء. أوكي، عظيم، هيدي اللوبيا صارت جاهزة. ففي ناس بحطوا ربع البندورة معها، إذا كنت بدك إياها تكون لونها غامق بتحطي ربع البندورة، إذا لا البابريكا رح تعطيها هلا لون أحمر، والتشيلي كمان لأنه إحنا حاملها حرة اليوم كمان رح تعطيها شوي هيك هيدا اللون اللي نحن بدنا إياه، فهي بس ما ضروري أبدا تكون كتير 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 حمراء. أوكي، عظيم. فإذا هيدا بالنسبة للوبيا. هلا بما انه معي وقت زياده حبيت كمان اعمل طبق ثاني مع المشاهدين، واللي هو هو اللي معودين عليه نحن عاده دائما، هي الهندبه، الهندبه العاديه اللي نحن نعملها بالبيت. اكيد قطعتها وقشرتها للهندبه وسلقتها
سلقتها كثير منيح حتى وبدنا ننتبه هون انه السلق بده يكون بمي وملح وعصرتها كثير منيح ليه بمي وملح شاف حتى الفيتامينات اللي موجوده بقلبها للهند بيت بلا موجوده بقلبها يعني الملح بيساعدنا حتى حافظ على الفيتامينات اللي بقلب الخضره اوكي هي الهند جاهزه بصل مفروم ناعم اوريدي انا حطيته هون عم قليه هلا بدي اضيف كمان ثوم من بعد الثوم بدنا نضيف الهندي ونقلبهم مع البصل والثوم بدنا نرجع نحطهم بالبلا اكيد وبدنا نعمل حدا صوص سيترون مع زيت زيتون وبهار ابيض وملح اوكي لكن نحن هلا عم نقلل بصله فرمناها ناعم كرمال حتى نفقي فوق الهندي مظبوط هندي خضراء صح الهندي فينا نلاقيها بالسوبر ماركت مكيسه ومثلجه ايه بس الافضل هون لانه بدنا ناكلها هيك الافضل انه تكون فريش طب هلا رح اضيف الثوم ثوم كمان مفروم ناعم مظبوط ثوم مفروم ناعم حبي انت الهندبي قلت تساعدك هون هلا بالنسبه للوبيا اللوبيا صارت جاهزه مثل ما كنت عم اقول رح اضيف لها هلا الفطر قديت حطينا فطر شاف تقريبا 200 جرام فطر تقريبا بدنا يعني علبه صغيره علبه صغيره صح ريحة شو طيبة هون اللوبيا بلشت تستوي هلا رح ضيف الهندبي حاجة اذكر انه انا هون فرمتها وسلقتها من بعد ما سلقتها عصرتها من ميتها والسلق بمي وملح رح قوي شوي صغير النار تحتها وانت هون شايفه مقليه بصل مزبوط جوانح على وجهها صحيح يعني دائما الهندي بلا بصل الجوانح مثل المدربره ما بيمشي حاله مزبوط مزبوط وهون البصل الجوانح اكيد حطيت له شويه ملح زياده حتى يطلع كريسبي او فينا نلطه بطحينه ونقليه كمان بيطلع كريسبي اوكي رح انطر هون شوي صغيره حتى تتقلى مع البصل والثوم وبهالوقت رح ملح اللوبيا كميه الملح ما بدها تكون كثير كبيره لانه اوريدي حطينا مرقه الخضار بقلوها بابريكا والحار هلا الحار ما رح كتير كثير اللي بده يزيد بيقدر يزيد ولا بس هيك راس الملعقه هو اذا كرمال بيير ما رح يوفوا معه اكيد اذا ملعقه كرمال بيير ما حدا منا بياكل ما بيحب الحار ولا هيدا بهار ابيض وبالاخر بدي تضيف بقدونس هلا فينا البقدونس يكون فاش عادي يعني جايبينه خالص مرطبين او فيكون بقدونس عادي فارمينه ومنضيفه انه غريب مع اللوبيا بقدونس هلا الفليكس بتقطع يمكن البقدونس والشامبيون شوي غريبين معه مزبوط ما هيدا هي اللي الشيء اللي بيميزه ولا مثل ما ذكرنا نحن حضرنا اللوبيا بزيت الزيتون فينا نحضرها بزيت نباتي اكيد ومنضيف زيت زيتون بالاخر هيدا اللون فيها كنت عم عندك انه بيغمق لونه لانه فيه البابريكا وهلا خلي هلا البهار الابيض بس للهندبي يعني بنستعيد عن رب البندوره بالبابريكا هلا خليني احضر بهالوقت كمان شوي شو بدك صوص بس بدي احط زيت زيتون وحامض و الحامض المقطع هيدا رح احطه على وجه الهندبي تنزين فيه مزبوط لزين وهيدا الشيء بدي الخفق اوكي شو بدنا نعمل هلا هلا بس بدي احط شوية زيت زيت زيتون بس فيها انت بس بدك قلب هيك بعملي معروف زيت زيتون رح تفلن شوية حامض شافي ناس بيخلوا الهندبة بضلوعة انا ما شايفتك انا شايلتهم مزبوط انا شخصيا ما بحب الضلوع بقلبها لا في اشخاص مزبوط معك حق هدول الافادة كلها موجودة بالضلع تبع الهندبة صحيح صحيح ايه فينا نحتفظ فيهم اكيد بهار ابيض شوي صغيره وملح اكيد هيدا بتكون الصوص تبع الهندبي نعم قد ايه بعد بدها وقت على النار اللي هون يعني عم بتصير بدها 5 مينوت ماكسيموم تكون صارت جاهزه يعني حتى فينا يعني بنلحق خلال 3 دقائق نكون مقدمينها ايه اكيد يلا فوالا ضيف شويه حامض بعد هون حامض وزيت نحن عم نحضر كرمال تنظيف هون على الهندبي صحيح فينا اكيد نزيدهم دغري هون بس ما بدهم يكونوا معرضين للحراره لازم يكونوا بردوا مزبوط حتى
مي مرمر الحامض. مي مرمر الحامض صحيح. الميوزك شاف الميوزك. يس رح نبلش. خلصت الهمبة وي بس هيك اي مجرد ما ما بتاخذ وقت تبلها مع هلا هي بتاخذ وقت بس بالسلق هيدا اللي بياخذ وقت فيها. تقريبا قد ايه وقت على النار بدها سلق؟ سلق تقريبا بدها ربع ساعة. نعم بالمي والملح. فوالا اكيد بدنا نزينا ببصل حامض، فينا اذا بدنا نحط صنوبر شوي على وجهها هيك بيعطيها كمان قيمة اكثر شكله وطعمه. شكله وطعمه. عظيم. هيدي الهندبة صارت جاهزة، ما بدنا غير نزينها بشوية بصل ومقلى جوانح وحامض. مزبوط. يعني أطباق صيامية قد ما فينا بدنا نجرب. هلا هي أكيد شيء معودين عليه نحن كل يوم على الأكل اللبناني، بس اللوبيا اليوم هي طريقة جديدة. ولبناني معروف بكرمه، وخاصة بهذا الزمن تحديدا زمن الصوم ما في يكتفي بطبق واحد. ما هي بتحس ثلاث أربع أطباق بيكونوا موجودين على الطاولة. صحيح. بتحتاري شو بدك تاكلي. بس حتى نزين بالحامض شاف، خلينا نرجع نذكر بالمقادير هيك بركة بيمرقوا على الهواء. نرجع نذكر اللي عم بيتابعونا شو المكونات اللي استعملناها لتحضير اللوبيا على الطريقة المكسيكية، اللوبيا بزيت والهندبة. لكن بالنسبة لللوبيا أكيد الكميات، هلا أنا نحن عم نحكي لخمس أشخاص، بلشنا بزيت الزيتون حطينا 50 جرام، جانا ضفنا بصل جوانح 100 جرام، جانا ضفنا ثوم 25 جرام، فليفلة خضرة حمرة صفرة 50 جرام من كل نوع، لوبيا كيلو أكيد فقيناهن وقطعناهن وغسلناهن، رجعنا بعد اللوبيا ضفنا البندورة اللي كنت عملتها بلانشير قشرتها وفرمتها، رجعنا ضفنا مرقة الخضار. هون مكتوب لتر عنا يمكن مش مبين رقم، لا هو منه لتر، بدنا تقريبا ربع لتر. فطر مقطع 200 جرام، بابريكا، ملح وبهار أبيض. أوكي هذا بالنسبة لللوبيا. بالنسبة للهندبة أكيد الهندبة تقريبا ربطة الهندبة. نعم. تعملت لي هيدا الجات. أوكي يعني مثل ما نشتريها من عند الخدرجة. حطينا البصل، رنا حطينا الهندبة اللي سلقناها بمي وملح مزبوط لمدة ربع ساعة، صفيناها صحيح وقلينا البصل حطيناهن على وجهها وزيناها بالحامض. أي بس أكيد قلبناها مع البصل طبيعي والثوم بقلب المفروم ناعم. مزبوط. وهلا نحن عم نقدم لوبيا بزيت على الطريقه المكسيكيه اللي حضرناها نحن والمشاهدين. ميرسي لك شاف على هذا الطبق يلي بشهي، وان شاء الله يا رب يصير مقبول لك لعائلتك ولكل اللي عم يتابعونا. ثانك يو للمشاهدين. مشاهدينا رح نروح نحن وياكم لفقره صحه وهنا نتعرف اكثر على فوائد المته. فوائد المتة. المتة موطنها الأصلي بلدان أمريكا الجنوبية، وتستخدم على نطاق واسع ببلدان عديدة من العالم مثل فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وروسيا، بالإضافة لبعض بلدان الشرق الأوسط مثل سوريا، لبنان وفلسطين. المتة عبارة عن شجرة متوسطة الحجم، وهي دائمة الخضرة وأوراقها قاسية ودهنية. تحتوي المتة على 196 تركيب كيميائي فعال. أما عن فوائدها للصحة فهي عديدة. تعتبر المتة منشطة للقلب والأعصاب كونها بتحتوي على مادة الكافيين المنبه. تعتبر المتة أيضا ومنذ العصور القديمة بأن شراب بيساعد على الهضم، كما أنها تقطع الشهية عن الطعام، وأيضا تعمل على إدرار البول، لذا ينصح بتناولها مع برامج التنحيف وإنقاص الوزن. المتة تعمل على مكافحة الرشح والإنفلونزا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامين سي. على المصابين بالرشح والإنفلونزا شرب حوالي 3 أكواب من شاي المتة للحصول على كمية كبيرة من الفيتامين سي.
منتو مفيدة جدا للنساء ما قبل وأثناء فترة العادة الشهرية. منتو بتقلل من حالة القلق والاضطراب وبتريح الأعصاب. المنتو تستعمل للمساعدة بالأمراض التالية: مرض السكري، التهاب المفاصل، نقرس، روماتيزم، ضيق التنفس، عسر الهضم، آلام الأمعاء، البدانة والأعياء. كما أنه المتة مقوي حيوي فعال بيؤدي لإعطاء البدن قدرة أكبر على التحمل. صحة وهنا. مشاهدينا بنرجع لمتابعة صباح لبنان بالقسم الأخير لحتى نحكي فاشن بمتابعة لباريس فاشن ويك. سارة الجمعة الماضية كان بعدها واصلة دغري من هنيك واجت على الحلقة وحكيت عن 8 ديزاينرز كانوا عارضين بباريس فاشن ويك. رح نكمل الجولة معها لنشوف شو شافت وشوز اللي كانت كلهم موجودة فيهم وتابعت كل تفاصيل باريس فاشن ويك 016. ففاشن مع سارة كيروز. سارة جود مورنينج. يعني قبل ما نكون مع سارة خلينا نذكركم انه مشاهدينا نحن اليوم على انستغرام. ابتداء من هذا النهار نحن صرنا على انستغرام @صباح لبنان اللي هو مثله مثل تويتر @صباح لبنان. هيك فيكم تعملوا لنا فولو وتتواصلوا مع كل المذيعين مع كل الاشخاص يلي بالبرنامج. كمان ما تنسوا فيسبوك بعدنا اكتف اكيد على البيج تبعنا لايك ذا بيج صباح لبنان حتى دائما نكون على تواصل نحن وياكم. هلا صار فينا نقول جود مورنينج لساره من بعد ما ذكرناهم. هاي شادي كيفي؟ طبعا كيف؟ ماشي الحال؟ جود جود. اول شيء انا ما قلت لك الحمد لله على السلامه من بعد باريس بروبرلي. وانا بعرف انه كانت سفره بتجنن. كانت بتعقد عن جد. كنت خير الله كنت هونيك لانه اتوز ريلي نايس وكانوا كل الشوز اذا بدك بيقطع النفس يعني. اتركي شو ما تروحي عليه يعني مش كله بتحرق سينا انه انت موجوده. لا لا مش حرقت مش حرقت. اي واز شيرينج. عم كون عم بشارك الكل شو عم شوف. شيرينج از كيرينج. سارة عن مين رح نحكي اليوم؟ كمان باوفر فيو على باريس فاشن ويك 016. صح هذيك الجمعه كنا عم نشوف 8 ديزاينرز، اليوم رح نكون عم نشوف 6 لانه بحق لهم ياخذوا شوية كمان اذا بدك وقت منه اكثر من جمعه بس. واليوم انا رح بلش بالشخص يلي ختمت فيه هذيك المره انه صراحه ما اعطيته حقه، ختمته بسرعه مع زهير مراد، رح كون عم بلش معه فنكمل بهديك الديزاين. لانه الكولكشن تبعه رويال، الف مبروك زهير. صح 100%، اوكي بنبلش مع زهير مراد. يلا. لكن رح نشوف لكل ديزاينر 5 صور تنكون عم نشوف اوفر فيو شوي كيف كانت كولكشن. رح نبلش باول صوره لزهير مراد تكون عم نشوفوا معنا المشاهدين اي ستايل قدم لصيفيه 2016 للكوت كوتيور اكيد. بهذا الفستان بتكون عم تشوفوا قديه اشتغل على الغبات يلي قصيره من قدام وطويله من وراء، عامل كذا موديل بهذا الستيل، مش بس هذا الدرس، كان في كذا واحد اكيد نقيت واحد منهم تنكون عم نشوف ديفرنت ترندز. كثير حلو كان الشغل على الفساتين. الدرس اللي بعده رح نكون عم نشوفه الاوتفيت اللي بعده. بتعرفي شو الملفت عند زهير كان بالشو تبعه ساره؟ انه كان عامل يعني عادة الديزاينرز بيعملوا باترون واحد بمشوا الكولكشن كله عليها، زهير كان عامل كذا باترون يعني حتى لو في اشياء ديفرنت بتحسيها بعيدة عن بعضها يعني اميزنج. بدي اقول لك شيء بزهير مراد، اول شيء كمية الدرسز كانت كثير كبيرة، يعني ما كان عم بقدم 20 فستان، قدم بركي 40، عمل كمية كبيرة، وثاني شيء قدمهم بار كاتيجوري، يعني قطعوا أول شيء بير كولرز أند بير ستايل، سو كان عندك 6 ستايل، ما معقول ما تلاقي شيء يكون البنت ما معقول ما تلاقي شيء ما يكون لإلها. إذا مش كلهم. إذا 100%، أنا كنت صراحة أنا عديتهم كلهم. صح. لكن هكونا بنشوف الصورة هلا مع المشاهدين يلي هو كان دراس شفوه قبل دراس يلي هو فوندو اللي هو دونك مفتوح بين اجرا، هيدي الغوب فوندو كثير اجت على الموضة. الصورة اللي عم نشوفوها هلا المشاهدين هو الفستان القصير، دونك قدم فساتين طوال وقدم كمان فساتين قصار، والجمعة الماضية شفنا انه قدم كمان البادي، دونك راح بكل ستايل تكون الاوت كوتور عم بيفرجيها بكل الطرق، مش اوت كوتور يعني بس غوب لونج، هيدي كثير مهمة كان عم بيفرجيها بالكولكشن تبعه. بالصورة اللي بعدها رح نشوفها كمان مع المشاهدين لزهير مراد، رح نكون عم نشوف إذا بدكم الكولكشن كيف كان فستان طويل أبيض، which is كمان كثير حلو قديه الأبيض كان عاطي قيمة بزهير مراد، يعني من أصل الـ 40 فستان كان عندنا تقريباً 20 فستان بيض، هالقد أخذت مجال الكولكشن بالأبيض.
والحلو اللي بدي اقوله كمان بهالكولكشن انه كان في كتير كولور باستيل، يعني اتسترو عطيهم كاتيجوري بس كان كله بالباستيل. صح. سو عندك بالاول الغوز كلير، عندك الفير باستيل قطع، اللافاند قطع ابيض اكيد، سو قطعوا الكولورز كلهم ورا بعضهم بس كلهم بالباستيل، ما كنا عم نشوف الوان كثير فاقعه عن زهير مراد. واخر فستان عم بيشوفوه رح يشوفوه هلا المشاهدين هو فستان العرس يلي كان صراحه بريث تيكينج، يعني بيقطع النفس ريلي really. بس تكون عم تشوفها ماشيه لبسته بتشوف قد ايه عن جد مخيف الفستان. سو كثير حلو نكون عم نشوفه لانه ات واز ون اوف ذا بيست ويدنج دريسز بهالكولكشن عن جد 100%. رح ننتقل للديزاينر نمبر 2 اللي هو one of my favorite designers of all time يلي هو جيان باتيستا فالي. جيان باتيستا فالي قدم كولكشن ديفرنت شوي عن اللي معودين عليه، اللي هو اشتغل كتير على الفوليوم، اشتغل كتير على الدريسز او السكيرتس يكونوا بس عندهم الفوليوم كتير كبير مثل ما عم نشوفه هلا very nice. اكيد مش بطريقه فيلغار ولا بطريقه بشعه وطريقه اوفر، بطريقه اليجنت لانه عم يشتغل قصص وان كولر مع ديتيل صغير ما عم بيزيدها كثير. بالصوره اللي بعدها كمان لجيان باتيستا فالي رح تكونوا عم تشوفوا قد ايه بعد شي فوليوم كمان اجان بالفستان هون مع ترانسبارانس اسود ابيض، ما اشتغل الوان كثير فاقعه، اشتغل بلوتو ابيض اسود ازرق احمر اذا بدك هول الالوان اللي اكثر شيء باين عند جيان باتيستا، يعني اللي هو معظمهم للديزاينرز كثير اشتغلوا ابيض اسود وزادوا لون او لونين، ما حدا كثير عجقة فلاشي. صح. غير جوليان فورنيه كنا نشوف هذيك الجمعه انه فات فيها تروبيكال ما كلش في الوان، بس غير هيك معظم الديزاينر كانوا فيري كلاسي بيتن ايت الالوان. اوكي رح ننتقل لثالث صوره كمان لجيان باتيستا فالي وتشوفوا قد ايه كان في كمان الكاب اللي حكينا عنها قبل قد ايه على الموضه بعدها لصيفيه الجاي. بس مين رجع يعني بتخيل عراب الكاب برجعته على الفاشن اندستري هي دولتش اند جابانا بالماما كولكشن 100%. سو بس رجعت على الساحه هيدا اللي عرفني اكيد. سو هون اشتغلها ان نوار بالاسود بطريقه كثير حلوه انه الكاب بطلت كمان بس على فستان طويل كمان فيها تكون على شيء قصير which is شيء جديد هو قدمه. بالصوره اللي بعدها رح نشوف كمان دريس لجيان باتيستا فالي اشتغل كمان على شوي اذا بدكم فلاورز بالديزاين الصغير اللي هو اصلا سيجنتشر تبعه بكل كولكشن بيقطع شوي ديزاينات هيك ودائما بيحاول يشتغل لايرينج انه دائما تحس انه الاكسسوري اللي زايده على الفستان 3D زايده مش جاي برينتد. عنده هيدي اذا بدك هالشغله جيان باتيستا دائما بفساتينه انه بيحب يحسسنا انه كثير مانوال مشغول الفستان منه برينتد بس. بتعرفي نفس الكات كانت موجوده كمان عند زهير مراد يلي هي انه كثير مقدام طويل من الورق وهيدي رح تتواجد كثير بصيفيه الجاي لا يلي بده يشتري فساتين يعرف كيف تكون الموضه بالصيفيه. هذا دريس المخيف لجيان باتيستا فالي احمر فل من فوق لتحت، كنت عم بقول انه هيدي وحده من اربع الوان اللي كثير بينت بالشو تبعه واجان بفوليوم كثير كبير ومع التيول، دونك اشتغل بطريقه انا برايي سوبر اليجنت حتى لو عنا احمر وقت يكون عم نشتغل وان ماتيريال من فوق لتحت وان كولر ما بيطلع بشا بيطلع كثير حلو كثير اليجنت. صحيح. اوكي رح ننتقل للديزاينر اللي بعده اللي هو إلي صعب كمان one of our best Lebanese designers. قدم كولكشن صراحة كتير different عن اللي معودلنا عليهم، يعني للحظة بتحس انه آني لا مش إلي صعب. بس تعرفي شغلة إلي كان له فترة يعني هادي تنحكي حق يعني كان له فترة مثل كأنه repetitive عم بيعمل نفس الشيء يعني وصل لمرحلة انه صرنا اوكي مزبوط هاي الايدنتيتي صارت بالاخر بس صار repetitive يعني بتحس نفس الاشياء عم تتكرر وهي الكولكشن تحديدا عملت له upgrade مش طبيعية لإلي. صح 100% amazing عن جد هذا بدي لك انه different بس كمان we were looking for this يعني different. كان بحاجة لإلها بالكارير تبعه. صح صح لان كنا وصلنا لمرحلة انه كتير مثل ما عم تقول عم بيعيد حاله عم نلاقي انه نفس القصص عم تتواجد بالسوق سايند إلي صعب بهالكولكشن فرجينا نيو ستايل لإله. هون عم شوف المشاهدين فستان ابيض بعقد اللي بدي لك اياه انه تقل كل فستان كان تقريبا 3 تون دونك كان سوبر ثقيل بتحس الفستان دونك هلا عم شوف المشاهدين الشغل اللي مشغول الالوان تبع إلي صعب كانوا ابيض واذا بدك جري وشامبان الالوان عم نشوفوها هلا وبلو هو اربع الوان موجودين كان فيري كلاسيك كان في قصص برينتد اللي عم يشوفوا هلا وكان في قصص فيها شك بس كله على الاكيد مشغول بطريقه كثير 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 فيها دقه وكثير مانيوال بطريقه كثير جديده وانا صراحه لقيته فيري نايس شو كمان. وهون ختمت بصوره لإلي صعب للويدنج دريس لفستان العرس اللي هو انديان شوي اللي هو فيري ديفرنت كمان عن اللي معودنا عليه بس اكيد عنده رح يكون كثير اقبال ورح يكون في عنده اودينس. اتس فيري سمارت موف باي ذا واي اتس نوت ذا بيست بالويدنج دريسز بس اتس سمارت موف للاودينس تبعه للاودينس وللبزنس يعني ماني وايز 100%.
اوكي رح ننتقل للديزاين نمبر 3. اوكي بعد عنا لكان جورج شانيل وفالنتينو. جورج عمل شيء كثير ديفرنت بس ذس تايم مش مثل اللي صعب. انا فور مي بوجهه نظري ان باد واي ما تقدم بطريقه منيحه. راف سيمونز بطل الكرييتيف دايركتور تبعهم سو باي ديفولت صاروا هن شوي ضايعين وهي الشيء بين بالكولكشن تبعهم. مشاهدين عم بيشوفوا الوان تبع هالكولكشن كانت ضايعة في ابيض اسود بيج اوليف روج موتار بلو ان بو دو تو دونك بين انه ميكس اند ماتش من كذا شغله عاملينها قبل ركبوها تيعملوا كولكشن ويطلعوا اون تايم للفارس فاشن ويك وهذا الشيء بين بشغلهم صراحه لانه جار معودين عليه بالكوتير على شيء كثير اهم. هون الافي عطى بخيت ابورتي بس انا لازم شارك الصور لانه ايفنتشلي جار از كمان ريفرنس لكثير عالم. صحيح. هون توتال لوك بلاك ختم فيه اللي هو كان شوي بايخ بارابار على جار شو معود شو معود لنا يعمل. اوكي هلا عم نشوفه شانيل اللي هو بالعكس سبحان الله بس شوفي شانيل تقولي شانيل دغري بنعرف حتى لو ما انك عارفه 100% دونك شانيل ان كونتر بارتي عاملين شيء معودين عليه بس حلو وبيضلوا عنده التارجت تبعه. شغل كثير على الابيض بيج اسود وعلى الفلوري بطريقه تيبيكال شانيل اكيد. المودلز كانوا لابسين قصص دائما عندنا القصص لعد جسم هون بس عندنا شويه فوليوم من فوق غير هيك زيتي افيك دي روب او بيان دي جوب مع فيست على قد الجسم. الكوافير تبعهم كثير لفت الانظار والميك اب. هنا بنشوف الفلوري انه كيف فات عند شانيل بطريقه كثير حلوه. دونك كان شو كثير كلاسيك بس كمان كثير شانيل تارجت يعني الناس اللي بتلبس شانيل رح ترتاح وتحس انه لا في البس من عنده. صح. اوكي رح نختم مع مين؟ رح نختم مع فالنتينو. فالنتينو كان عم بيقدم ستيل اذا بدك ديفرنت عن القصص اللي معودين عليها بالصوره اللي بعدها رح يشوفوها المشاهدين. دونك فالنتينو كان اذا بدك كثير عم يشتغل بوردو هي بعدنا بنشوفوها شانيل من شانيل ولا دونك يلي هو كان ون اوف ذا بيست لوكس كمان له. مثل ما عم قلك كمان كان في كثير ابيض بالفاشن ويك وعم بتشوف بكل شو قد ايه كان في ابيض او كولور باستيل. اوكي رح ننتقل لكنا لفالنتينو. عم نشوف المشاهدين هلا صوره بتبين قد ايه كان اتنيك كان عنده ستايل فيري ديفرنت عن ايفريثينج ايلس. الالوان اللي كثير موجوده عند فالنتينو كانوا بوردو اسود بيج والباتريك كان كثير موجود اصلا. هلا رح يشوفوا قد ايه في ستايل معين له اشتغل بالفلفت اشتغل بالقصير والطويل. وكمان بتشوف هون الباتريك مثلا بتشوف هيد بيسز كتير حلوين وفيري سبيشل. معظم الديزاين اشتغلوا اصلا على الكوافير سواء يكون في هاد بيسز جود ستايل مثل زهير مراد سواء مثل فالنتينو في شيب كانه سيربون كانه سنيك دوري على راس البنت على شعرها بطريقه فيري اثنيك اند ديفرنت عن وات وي يوز تو سي. حتى هون الدراغون السوبر كبير سو بتحس انه انسبايرد من اسيا شوي من هيدي الكلتور. اميزنج ساره عن جد هيك بوكي من الديزاينرز جمعتي لنا اياهم وببريف فيري اكوريت وفيري اليجنت كمان. ثانك يو شادي. ثانك يو لك. هاف ا جريت ويكند. هاف ا جريت ويكند. انا مستعجل على الويكند. ويك اند جريت ويك. لكن وصيام مبارك كمان لك. ثانك يو ساره كيروز. يعني دائما اوقات بنكون مستعجلين على الويكند بننسى انه في عنا اسبوع كامل فينا نكون فيه برودكتيف فينا نكون فيه منتجين باعمالنا ببيوتنا بشغلنا ويكون عم يحصل معنا اشياء كثير حلوه. واذا صار معنا اشياء مش حلوه نتخطاهم لانه هيدي تفاصيل ودائما مرحله وبتقطع. صباح لبنان مرحله يوميه بنتوقف عندها كل يوم من الساعه 9 الصبح لل 11 ونص بحياتنا بتتجدد بكره. بدي اشكر متابعتكم مشاهدينا وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم اكيد بعد في وقت. إلى اللقاء.